صليت إماما بجماعة في المسجد وقرأت بهم في صلاة المغرب في الركعة الأولى بآية تامة المعنى وفي الركعة الثانية كذلك، فأنكر علي البعض وذكر لي أن السنة قراءة شيء من قصار السور، فما توجيهكم؟ يجوز للإنسان يا إخواني أن يقرأ آية واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ في راتبة الفجر في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا آية واحدة، وقرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، والله يقول في القرآن فقرأوا ما تيسر من القرآن، ما تيسر، لكن الأفضل أن يقرأ سورة كاملة، هذا الأفضل، الأفضل أن يقرأ سورة. فالذي أنكر عليك يريد منك أن تفعل الأفضل، لكن بعض الناس ما يعرف، يظن الأفضل واجب، ولهذا خرج نصحه إلى إنكار. يعني بعض الناس يبي الآن يدلك الأفضل لكن يشد عليك حتى كأنك تارك واجب من الواجبات. نعم.